بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، توقفنا في اللقاء الماضي عند قوله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم. ماذا؟ الآية تتحدث عن النوم. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. العلماء يقولون إن كل الحواس تتعطل في الإنسان تقريبا باستثناء حاسة السمع أثناء النوم، والدماغ يقوم بترتيب المعلومات واستقبال معلومات جديدة، وهذا أحد أساليب التعلم أثناء النوم الذي يقترحه الباحثون في الغرب. قلنا إن البرنامج العلاجي للسحر وغير ذلك وهموم الحياة، لأن هموم الحياة قد تكون أسوأ من السحر أحيانا أيها الأحبة، يعني قد تعصف الهموم بإنسان فيموت موتا مفاجئا، تشكل ضغطا قويا على القلب، والقلب هو آلة، يعني يجب أن ننظر إليه على أنه آلة ميكانيكية له قدرة تحمل معينة، لا يستطيع القلب أن يتحمل كل شيء أحبتي في الله. لذلك يعني نحن نقول إن سلامة القلب ضرورية جدا، وتحصل على قلب سليم من خلال قراءة هذه الآيات والاقتناع بها، أن تبرمج دماغك وعقلك على آيات القرآن التي فيها قوة شفائية. طيب، ما هي الرقية الشرعية؟ أيها الأحبة، هناك آيات ينبغي أن نقرأها، لا يجوز أن تتركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءتها. رقم واحد الفاتحة. الفاتحة هي أم الشفاء، هي سورة الشفاء، هي الشافية، وهي السورة التي لا تصح الصلاة إلا بها، لذلك سماها النبي عليه الصلاة والسلام أم القرآن. خطوة علاجية مهمة جدا في علاج أي مرض، وهي قراءة سورة الفاتحة. هذه السورة ينبغي أن نقرأها 7 مرات. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عن سورة الفاتحة؟ يقول: والذي نفسي بيده لم ينزل الله مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان. إذن أيها الأحبة، السورة نعمة من الله، والله نعمة هذه السورة، ولكن كثير منا لا يدرك أسرار وفوائد قراءة سورة الفاتحة. لذلك سورة الفاتحة هي أعظم سورة من القرآن، وهي سورة الشفاء. هناك آية في القرآن هي أعظم آية، وهي يمكن أن نسميها آية الشفاء أيضا، شفاء من الأمراض، من السحر، من الهموم، مشاكل الرزق، مشاكل الضيق، هي آية الكرسي، الآية 255 من سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. عندما تقرأ هذه الآية ينبغي أن تتخيل أن هناك إلها يقوم على شؤون خلقه، قائم عليك أنت شخصيا، يشرف على نظام عملك، على حياتك، لا ينام، لا يغفل عنك. أنت الآن لديك مشكلة، تظن بأنك مسحور، أو تظن بأنك يعني لديك ضيق في الصدر، لديك بعض الآلام التي قد تكون ذهبت إلى أطباء ولم يجدوا لها علاجا، لأنهم يقولون أنت طبيعي. يجب أن تتلو وتقرأ آية الكرسي وأنت تعتقد أن هناك إلها يستطيع أن يشفيك. هذا الإله لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات والأرض، كل شيء هو ملك لله سبحانه وتعالى. لذلك تقرأ هذه الآية الكريمة، وعندما تقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تعتقد أنه لا يضرك ولا ينفعك ولا يشفع لك أحد إلا بإذن الله عز وجل، لا يضر ولا ينفع إلا الله، لا يضرك سحر ولا يضرك إنسان ولا يستطيع أحد أن يؤثر عليك أصلا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا الساحر الذي أثر عليك، الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذا كنت مريضا وهناك فيروس
أو بكتيريا غزت جسمك، هذه البكتيريا أو هذه الكائنات الفيروسات تعمل بأمر الله. الله يمسك بناصية الخلق من الفيروسات حتى أكبر الكائنات، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا الإله القادر الذي حفظ الكون لا يعجز أن يحفظ إنسانا يقول يا رب، لا يعجز هذا الإله العظيم الذي له ما في السماوات وما في الأرض، لا يعجز وهو الذي حفظ الكون أن يحفظك من شر كل شيء تعلمه أو لا تعلمه. لذلك هذه الآية آية مهمة في الشفاء أيها الأحبة. إذن قلنا سورة الفاتحة رقم 1، آية الكرسي رقم 2. لدينا آخر آيتين من سورة البقرة تكفيان من قرأهما، من قرأ هاتين الآيتين كفتاه الشر والمرض والفقر والنقص والهموم والمشاكل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هنا الآية تتحدث عن المؤمنين، تتحدث عنك أنت يا من آمنت بهذا الكتاب العظيم، تقول لك كل آمن بالله. هل أنت مؤمن بالله؟ اسأل نفسك، هل تثق أن الله قادر على شفائك وملائكته؟ هل تظن أن الملائكة هذه التي لا نراها هي معك وتحفظك وتستغفر لك الله وتطلب من الله تسأله المغفرة لك إذا تبت إلى الله ورجعت إلى الله ووثقت بالله سبحانه وتعالى وكتبه ورسله؟ هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هل تعتقد أنه سيشفع لك يوم القيامة؟ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أنت عندما تقول سمعنا وأطعنا هذا استسلام وخضوع أمام عظمة الخالق عز وجل، وهو جزء مهم من البرنامج العلاجي لموضوع الهموم والسحر وضيق العيش أيها الأحبة. ثم تقرأ الآية سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، الآية الأخيرة من سورة البقرة ما هي؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هنا أيها الأحبة الشاهد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ينبغي أن تقول هذا الكلام وأنت متوجه بقلب صادق إلى رب رحيم، رب كريم، رب عظيم يحفظك ويعطيك ما تطلب. لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هناك أناس ضغوط الحياة تقودهم للانتحار والعياذ بالله فيكون مخلدا في نار جهنم، ضغوط الحياة تدفعه للسرقة، تدفعه للنفاق، تدفعه للكفر بالله عز وجل أو الإلحاد أحيانا. ربنا لا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحملنا يا رب من ضغوط الحياة ما لا نطيق، اصرف عنا هذه الهموم والمشاكل، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. تعترف أن الله هو مولاك، هو القادر على أن يرزقك حتى لو كنت في أضيق الأوقات وأضيق حالات العيش، ينبغي أن تفرح لأن الله يبتليك ليختبرك ويعد لك جنات عرضها السماوات والأرض، فلا تحزن إذا كان رزقك ضيقا. أيها الأحبة، سأختم بشيء معلومة، أن من لديه المال ليس دليل على حب الله له، من لديه القوة والصحة والغنى والسلطة والمال هذا ليس دليلا على محبة الله له. أما عندما ترى إنسانا مبتلا ضيق لديه ضيق في العيش، رزقه قليل، ولكنه يقول يا رب، هذا دليل على محبة الله له، لأن
أشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وأن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، لماذا؟ ليقربه إليه عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقربين إليه سبحانه وتعالى، وأن يزيدنا ثقة به وبلقائه عز وجل. إن شاء الله نستكمل هذه السلسلة في لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.